صباح الخير. هذا أنا داخل الساحل جامعة الفلاح، رايح منتخب ساحل الفلاح أفطر، بدور على كافيه، شفت الريفيوز بتاعته حلوة، واسمه كافيه زيتونة. رايح بتمشى يصل بصور لكم. المنطقة هي المدينة القريبة، المدينة القريبة اسمها ساحة جامع الفلاح أو المدينة، زي ما حضراتكم شايفين مكان جميل جدا، مريح للنظر، شيء مختلف، شيء جميل جدا. أنا بعشق المكان ده، بيفكرني بزمن مر، بياعين المحلات التقليدية. النهاردة يعني الجمعة، وكان وقت الصلاة كان جدا كمان. ورايح على جاح على ساحة جامعة الفلاح اللي فيها كل الأكشن في النهار وفي الليل. في النهار بيكون فيها الجماعة بتوع ترويض الأفاعي والقروض والعروض الاستعراضية بأنواع مختلفة، حتى ماتشات بوكسينج بيكون فيه. بالليل طبعا فرق الموسيقى التقليدية كمان موجودة، بيلعبوا موسيقى الكناوة أو الكناوة. وهنا تقدر تشتري كل هداياك، الحاجات التقليدية بتاعت المغرب، البلود والمنسوجات، حتى الإلكترونيات تقدر تشتريها. أنا كمان بحب المكان ده، شايفين المكان ده، ده بيبيع كل الأعشاب والشاي المغربي وغيره، والبذور يشتري منه بذور ويزرعها، الفليو واللويزا وأشياء تانية. جميل جدا. بص بقى هنا، أنا راجل بسيط جدا بعشق الشاي المغربي، وادي كل أعشاب الشاي المغربي تكون موجودة هنا. النعناع يا جماعة، غير النعناع اللي احنا نعرفه، ريحة ومنظر، وادي الشيبة والعطرشة والفليو واللويزا. المنظر يعني جميل. لا عشان فكرة، شايفين تيجي تشتري كده أعشابك، شتا شتا بلد صورة برشا. الساحة الفلسفة هنا بياعين العصير يا جماعة، أنا باجي المغرب ببقى عايز أشيل، ببقى عايز أشيل حاجات كتير. هوريكوا الساحة بسرعة عشان أحافظ، لازم بقى يخلص المواضيع. وبعد الفطار استنى شوية كده، في الغدا، الغدا لازم أروح عند الحاج مصطفى صديقي، طباخ الملك، طباخ الملك الصب حسن الثاني، بيعمل احلى خروف يستوي تحت الارض، وفرن تحت الارض.
الاثنين عايزين نعيش حضرتك. وادي الكافيه الناس قاعده بتاكل خالدين، وادي المنظر على ساحل الحرام. Thank you.